سعر الصدر الحقيقي خسر أكثر من 3 محافظات، وخسارة 73 مقعد كانت، هذا طبعا نعم أكثر تأثيرا من أن يخسر، لأن خصوصا أنه هو شارك بالانتخابات الفيدرالية وحقق فوز كبير، ولأول مرة يشكل يعني أنه أكبر كتلة شيعية بالبرلمان. ولكن بالمجالس المحافظات هو أصلا منسحب يعني من الانتخابات، فهو متوقع الخسارة لأنه لم يشترك أصلا. أنا أعتقد أن التيار الصدر في المرحلة يمر ب يعني فكرة إعادة الهيكلة الداخلية للتيار على مستوى التنظيم وعلى مستوى المشاركة، ويريد أيضا أن ينظم مشاركة أن ينطلق من الانتخابات الفيدرالية القادمة، حتى لأن يعني التجمع الإطار هو أساسا ليس يعني تجمع تمثيلي للمكون الشيعي، وإنما تجمع هو لمواجهة التيار الصدري يعني أساسا، لأن القوى الداخلية في داخل قائمة التيار الإطار عفوا داخل قائمة الإطار هي قوى مش مؤتلفة، يعني هناك خلافات جوهرية بين هذه القوى، ولكن وحدها فوز يعني التيار الصدري أو الخصومة مع التيار الصدري أو محاولة يعني كسر سيطرتي على التمثيل الشيعي في البرلمان. هذا كانت الفكرة التي تجمع على أساسها طيب خصوم يعني هل الصدر وكون زادت؟ الإطار يعني. نعم الصدر يريد أيضا أن يتجمع ويعيد تنظيم نفسه ليختار المشهد الذي ينزل به أمام الجمهور. نعم نعم أستاذ أحمد، يعني هل زادت سياسة الاعتكاف التي اتبعها زعيم تيار صدري السيد مقتدى الصدر من خسائر الإطار الصدريين؟ بكل تأكيد على المستوى السياسي الصدريون خسروا كثيرا، وأنا قلت الخسارة الأبرز هي الخروج من البرلمان، لأنهم فسحوا المجال لكتلة الإطار بالتغول البرلمانيا التغول حكوميا، ازاحت كل الشخصيات الغير إطارية من المواقع المهمة يعني المواقع الأمنية والمواقع السيادية. أستاذ أحمد حار صدرين. نعم نعم تسمعني؟ نعم. تسمعني أستاذ أحمد؟ تفضل. نعم أسمعك. طيب إذا يعني كل ما جاء يعني ذكرت حضرتك خسارة 73 يعني مقعد وأيضا خسارة المحافظات المتتالية، يعني هذه هي الخسائر المتتالية للتيار الصدري، ألا يخشى التيار الصدري من خسارة قواعد جماهيرية من الاستمرار بتطبيق سياسات الاعتكاف؟ لا، هو التيار الصدري لا يرى هذا لا يرى هذه الخسارة كما نرى أنا وحضرتك يعني. نعم. ويعتبرها تكنيك سياسي استطاع من خلالها أن يحرج الإطار ويجعله في مواجهة الجماهير العراقية، وحكومة السوداني لم تحقق إنجاز، وبنفس الوقت العراق في فترة حكومة الإطار دخل بخصومة مباشرة أمنية مع أمريكا، هذا طبعا يصب في مصلحة التيار، فالتيار هو لا يعني غير مقتنع أنه هو خسران، ويعتقد أنه هو على تكنيك سياسي يعني قام به، ومن ثم يستطيع يعني لأن جماهيرنا ثابتة، قواعد الشعبية ثابتة، فيستطيع أن يعود بأي توقيت